السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيدي كنبيعوا الدره هنايا وما تحيدوا الحمام من النافوره هنايا، اش غنديروا حنايا؟ فين غنمشيو نبيعوا ونشريو؟ ما كاينش البديل. ولا حيدوا الحمام هنايا، الناس الناس كتجيب ولادها ديال الويكاند مثلا السبت والحد باش كيجيو يتنزهوا هنا ويترفوا مع وليداتهم، والسياح كذلك منهم كيجيو كياخذوا الدره. واليوم في الصباح راه حيدوا اربعه الشباكي حيدوهم من لهنايا ديال 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 الحمام، وما عرفناش اخويا شنو هذا الشيء اللي كيديروا هاد الناس هادو، الله اعلم. زيد مرحبا، زيد زيد. هما اجنبي، انت ها هو اجنبي وكيجي معايا. ها هو خذ واحد، زيدك وحده. ايوا اخويا راه هادشي اللي كاين، وشكرا صافي. يعني واد النافوره دي يعني معروفه غير بالحمام؟ الساحه راه معروفه غير بالحمام، راه كاين اللي ما تعرفش سميتها وكيقول لك ساحه الحمام. راه من حقه، هي راه ساحه محمد الخامس، ولكن كيقول لك ساحه الحمام. الناس كتجيب ولادها على اساس الحمام باش كيلعبوا ويدوروا. وهاد الناس هادو راه اخويا الله يهديهم، الله يهديهم وصافي. يعني ملي غيحيدوا لكم الحمام انتم فين غتمشيو؟ ولا حيدوا لنا الحمام فين غنمشيو؟ صافي راه متشردين، صافي صبحنا عاطلين. راك خدموا نهاريا ونهار لا، راه حنا راه سته الناس هنايا عندهم طوابل، كيخدموا ثلاثه الطوابل ونهار الاخر كيخدموا ثلاثه الاخر، الاخر كيريح الغداء. راه انا ها ثلاث ايام في السيمانه اللي كنبيعوا ونشريوا فيها صافي. واش غنقول لهم اخويا؟ راه الله يهديهم وصافي، الله يهديهم. هذا الشيء ما كان. خويا كلشي الناس ترزق الله، وتا الحمام عايش هنايا، تا الحمام تياكل تا العشية تيمشي بحالو، غدية تيجي تياكل تا العشية ويمشي بحالو. ما يمكنش بنادم يشوف الحمام جيعان وما واكلش ويخليوه هكاك، فهمتي؟ كاع إلا خلاو ما كانوش مولين الدرا، ما كانوش مولين الدرا، قدر الواحد يجيب ليهم من قنطخر ويعطيهم ياكلو. سمعتي اخويا؟ على حنا نقدو نصبرو بالجوع؟ ما نقدوش نصبرو بالجوع. كذلك الحمام، الحمام سياج بلاصه سياحيه. انا 28 عام وانا هنايا، كنا في ديك النافوره كان الحمام، كنا عايشين مع الحمام. جينا لهنايا جا الحمام تبعنا. سمعت اخويا؟ كيلوحوا ليه الناس الدره، ماشي حنا حد قال لنا حنا ما تلوحوش ليه الدره، والبيع والشرايا ما يكونوش. وجاو ناس اخرين ولاحوا ليه الدره، وجا من ديك النافوره جا لهنا وبقى عايش هنا. ما يمكنش بنادم يحرم رزق هذا الحمام وما يعطيش ياكل. سمعت اخويا؟ الله يرحم الوالدين، شوفوا من حال هذا الحمام. ان حنا عايشين باش ما يعطى الله، فين ما مشينا نعيش هذا الحمام مولف هنايا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.